دلوقتي نتكلم عن البينت باكيت تول. البينت باكيت تول بتشتغل بان انت لو تيجي بيها وبتكليك في مكان بتحط لك اللون اللي موجود كفور جراوند جوه المكان اللي انت عايزه، فبتكليك فيبتدي يغير لك اللون كفور جراوند كولر. طيب لو انت رحت في مكان تاني وعملت Alt وانت لسه معاك الباكيت تول، عملت Alt الباكيت تول هتتحول للايدروب، فانت ممكن تاخد سامبل من اللون الجديد اللي هو موجود في اللوحة بتاعتك وتروح تضيفه في مكان تاني. حاجة تانية برضو احنا لو فاكرين هي بتعرف تشتغل مع السيليكشن، يعني انا لو خدت اريا تمام وعايز املاها هي لوحدها بس بالكولر بتاعي، انا ممكن اخد التول الباكت تول واعمل فيل جوه الاريا اللي انا عامل لها سيليكشن. طيب دلوقتي انا هرجع بالفايل بتاعي للحاله اللي اتفتح بيها تاني تمام، وهناخد الباكت تول وهفكرك بالماجيك ووند. الماجيك ووند كان فيها كلمه تولرنس وكان فيها كلمه كونتيجوس. دلوقتي انا هاجي على التولرنس هزوده تمام، هزوده مثلا ل 100 وانت لسه معاك لحد 255 تقريبا، وهروح اكليك في مكان. بمجرد ما بكليك بتبتدي تاكل اللون التاني اللي موجود. هكليك هنا تاني اوكي، هكليك هنا تاني اوكي. زي ما انت ملاحظ في الوان بتعرف تاكلها كلها من اول مره او من تاني مره تمام، وفي الوان بتبقى بطيئه معاها شويه، ده عشان نسبه التولرنس بتاعها. طب لو انا رفعت نسبه التولرنس ل 255 ورحت هنا رجعت للزيرو تاني وانا بملى باللون البينك وعملت كليك هنا اوكي، خليته من اول مره، يعني خدت اللونين مع بعض من اول مره، ده خليته اخدت جزء تاني منه، انا بينك هنا بس هتمسحه كله، يعني مسحت الدايره اللي جوه مره واحده اوكي، مليتها من مره واحده تمام. هعمل كليك هنا كليك تاني، دي كليتها من تاني مره اوكي، تاني مره اوكي، برضو هرجع لزيرو تاني هوريك حاجه، هقلل التولرنس. انت ممكن تكليك وتدرج للاخر حتى اخر ما ايدك مطول، يعني مش فارقه ان انت تروح لحد طول ولا حاجه، يعني لحد 30 كويس اوكي، نخليها 30 كويس. هبتدي املا اريا، بص نسبه التناقص اللي موجوده شكلها ايه، يا دوبك كل كليك بتاكل حته صغيره. طيب كده احنا جربنا التولرنس، طب نعمل بقى ان تشيك لكلمه كونتيجوس. كونتيجوس احنا كنا فاكرين كانت بتعمل ايه، لما هسلكت لون هتاخده بكل الدرجات القريبه له اوكي. بص اللي بيحصل للدايره اللي تحت، كل ما اللي فوق ما بتقل كل اللي تحت ما بتزيد. طيب لو رفعت بقى نسبة التولرنس مع الكونتيجوس وعملت كليك، زي ما انت شايف ان هي بتاخد اقرب درجات لبعض وتبتدي تلعب عليها. دلوقتي احنا جربنا الباكيت تول مع الالوان، في حاجة تانية كمان ممكن نعمل بيها فيلينج غير الالوان اسمها باترن. الباترن دي اول حاجة انا هرجع التولرنس ل 30 وهشيك على كونتيجوس هرجعها تاني. الباترن حاجه موجوده مع فوتوشوب بيخليك ان انت تعمل فيل بحاجه جاهزه. طيب ايه الباترن الجاهزه اللي موجوده؟ انا بمجرد ما بكليك على الباترنز كده بيظهر لي المربع ده، بيحصل له اكتيفيشن يعني، وفي جنبه سهم نزل لتحت، ومجرد ما بكليك على السهم اللي نزل لتحت ده بيطلع لي الويندو دي. الويندو دي جواها حبه صور صغننه، لو انت مش شايفهم كويس ممكن تروح على السهم الصغير ده
من هنا وتقول له large thumbnails، او ممكن تقول له small list او large list حسب المود اللي انت عايز تشوفه. انا هخليها large list عشان اعرف اقراهم واشوفهم في نفس الوقت. ادي large list، تمام. large list بيقول لك اساميهم، تمام، وبيقول لك حجمهم، يعني حجم الواحده فيهم قد ايه، تمام. 80 في 80 بيكسل ار جي بي مود، وايه اسمها بابلز، تمام، فقاعات اللي تحتها رينكلز هوفل وود. طيب تعالوا نشتغل بالود. اوكي انا دلوقتي لسه في مع الباكت، اوكي، بمجرد ما بروح اعمل كليك في اريا بيمليها لي بالفيل بتاعه، اوكي، دول بقى كلهم وود. طيب نروح ناخد واحد تاني، ناخد مثلا تي داي، اوكي. عايز اوري حاجه تانيه بسرعه. لو رحنا على الباترنز، في باترنز تانيه موجوده، تمام، هو حاططهم تحت هنا وبيخليك تختارهم. وقبل ما نختارهم هو في اوبشن تاني اسمه ريسيت باترنز، بيرجعنا للمود اللي هو موجود. ريسيت باترنز، اوكي، تمام، هو احنا اصلا ما كناش اخترنا حاجه تانيه. اوكي هختار المود ده، بمجرد ما بكليك عليه بيديني الحاجات دي كلها. اوكي كده عندك الوان كتير قوي وحاجات كتير قوي ممكن تشتغل بيها، وعندك كذا نوع من الباترن ممكن تشتغل بيهم. اوكي انا هريست الملف بتاعي للحل اللي ابتدى بيها، وممكن تجرب دلوقتي الباكت تول وتجرب الباترنز واختار مود تاني، باترن تانية غير اللي انا كنت مختارها، واعمل لها لود مثلا، اوكي، وجرب الفيل بتاعهم شكله ايه، واشوفك الدرس الجاي.